انتي بتقولي ايه؟ بتقشر توم؟ لا وكمان فرمتي فيها اللحمة؟ لا كله لا، دي بقى ما تقوليش ان انتي عملتيها فيها، ده مستحيل تتعمل فيها، وكمان حليتي بسموزي فراولة؟ لا اديني الرقم بسرعة وقوليلي جايبها منين وما تخبيش عني حاجة. هو ده اللي حصل بيني وبين صديقة ليا، قالت لي عن كبة حلوة من دارك ستور، قلت لها اديني الرقم علشان انا بصراحة غلبت في موضوع اللحمة، بيبقى عندي لحمة وعايزة افرمها وما بعرفش اعمل فيها ايه، وكمان تقشير التوم قالت لي كمان ان هي عملت فيها حاجة هنجربها صوت وصورة. دارك ستور يا جماعة بتوفر لكم الكبة الحلوة ديت بسرعتين، يعني سرعة على الهادي وسرعة سريعة جدا جدا. الموتور اللي معايا دوت 1000 واط، كمان الشفشق الحلو او الدرق الحلو ده مصنوع من الاكريليك، معاها كمان الشفرات بتاعتها 3 شفرات فوق بعض، كل شفرة فيها 2، يعني بما يعادل 6 مع بعض. غير كده وكده الشفرات ديت من الستانلس وضد الصدأ خالص، يعني ما بتصديش. حطيها بقى في غسالة اطباق، تعملي بيها اللي انت عايزاه، اضمني ان هي مش هتصدي. غير كده وكده الدرق الحلو اللي انتوا شايفينه دوت صحي جدا جدا، يعني مصنوع من حاجات صحية للطعام اللي احنا بنعمله فيها. كمان الدرق دوت ضد الكسر، يعني جربي ترميه كده هتلاقيه ما بيتكسرش خالص. معاها كمان السلاح التاني اللي بنقشر بيه التوم، وكمان ممكن تنظفه بيه الممبار. طب ما تيجي نجرب كده ونشوف عملي صوت وصورة ونشوف بعينينا هو كلامه خلاص؟ لا نجرب. اول حاجة عملتها جبت شوية فراولة كده حلوين قد مثلا قولوا 400 جرام وعليهم شوية تلج، عشان انا كده بختبر بشوف الاسلحة بتاعتها شغالة ولا ايه. بيني وبينكوا يا جماعة كنت قلقانة، بس الحقيقة الموتور بسم الله ما شاء الله الله أكبر، يعني فرامهم في ثانية، مرة والتانية لقيتهم عاملين كده، وعملت أحلى سموزي. من كتر فرحتي نسيت إيه؟ نسيت أضيف السكر، رحت ضفت السكر وضربت كمان ضربتين وتشربي أحلى سموزي فراولة. طب تيجي بقى للحاجة اللي عاملة لنا مشاكل وهي اللحمة. دايما بيبقى عندنا لحمة قطع ما بنعرفش نعمل فيها إيه ونبقى عايزين مفروم، ضفت نص كيلو لحمة فيها، وأقول لكم على حاجة، هي ممكن تشيل أكتر من نص كيلو كمان، يعني كيلو كيلو ونص مش هتقول لا. فرمتها وضربت ضربتين وكانت النتيجة هايلة يا جماعة، بسم الله ما شاء الله فرمت اللحمة. بيني وبينكو كنت بشوف اعلانات كتيرة قوي يقولوا بنفرم اللحمة في كبة مش عارفة ايه وبيعملوا ايه، ما كنتش بصدق، لكن النهاردة من دارك ستور انا صدقت بعناية وجربت كمان. تعالوا بقى اما نشوف التوم حكايته ايه معايا. ده لو قشرت التوم فعلا يبقى انا مش هخزن توم تاني، هعتمد عليها وبس. رحت جبت راس توم حلوة كده وضربت ضربة في التانية، وببص لقيت التوم زي ما انتوا شايفين معايا كده بالظبط، التومة اتقشرت. انا معرفش هي بتعمل الحاجات دي ازاي، دي مفروض يسموها الكبة اللهلوبة، دي بتعمل كل حاجة يا جماعة. شفتوا التوم عامل ازاي؟ طالع متقشر. قلت طب يلا ما بديهاش، جبت الخضرة علشان اشوف هي بتفرم ولا بتعصر، وايه رحت مقطعها 2 كده وضربت ضربة في التانية، وشفتوا الخضرة عاملة ازاي؟ دي خضرة متقطعة، يعني ما فقدتش اي سوائل. وطالما ضربنا خضرة يبقوا تعالوا نضيف بصلاية كبيرة ونضيف التوم وعليهم كزبرة وكمون وملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونضرب كل المكونات دي مع بعض لحد لما تختفي خالص وتشوفوا النتيجة دي. دي بقى الطعمية، جدة بقى اقوى تحدي، عايز اشوف هي تعمل الطعمية ولا لا. رحت جبت بقى ايه الفول المدشوش دوت المنقوع قبليها كده بوقت حلو، يعني 3-4 ساعات، وضفت عليهم قولوا مثلا 1/4 كوباية من المية، وضربة في التانية وقلب، ضربة في التانية وقلب. هنا انا قعدت اقلب كذا مرة، خلي بالكو، واضرب وقلب واضرب وقلب لحد لما وصلت للنتيجة دي. شكرا دارك ستور على الكبة التركي اللي فعلا مميزاتها بتعدي سعرها بكتير جدا جدا، فعلا سعرها يعني بصراحة غير اسعار كبات تانية موجودة في السوق، بيبقى سعرها غالي جدا ومرتفع جدا ومبتدينيش نفس المميزات اللي انا شفتها في الكبة اللي من دارك ستور النهاردة. انا كده خلصت فيديو النهاردة، يا رب يكون محتوى عجبكم، اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة مع مطبخ نشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.